في المهمه الجديده نتاعك بارابور اللي كان في الفنيه نسخه يوسف الزواوي، شنو الاضافه نتاع الصغير الزويت؟ شنو هي البصمه نتاع الصغير الزويت؟ كيما قلت لك انا وسيوس ما كناش قاسمين، كنا نخدموا مع بعضنا افيك لو ميم لا ميم كادونس لا ميم لو ميم اسبري تو سا. دونك اكطويلمون بوتيتر انا جي باسي ان اوتر باليي، ولا ماشي في اتجاه ممكن جوز بلوس. ثم اقتراحات اخرى، والاقتراحات هذه وليده المرحله با بلوس كو سا. دونك ما ثماش حاجه سبيسيال بارابور. ندخل في التفاصيل، شنو هي الاقتراحات هذه وليده المرحله؟ اكطويلمون بار اكزومبل بالنسبه للاداره الفنيه عندنا عمل كبير على مستوى المراكز الاقليميه ولي ستركتور داكوي، عندك بورصه صدريه وليسي سبورتيف. البرامج هذه باش يصير مركز جديد غالي في الجنوب. احنا توا حارسين بالطبيعه، دعوه كبيره برشا وحارسين، لانه العمليه مش كامل فيدراسيون دو فوتبول، احنا ساعين لكن نستنوا في المساعده من الاطراف الجهويه ومن وزاره الشباب والرياضه من خلال فتح ان سنتر داكوي جديد اللي هو سنتر ديليت، كما عندنا في بورصه صدريه مركز اعداد النخبه، يكون عندنا مركز اعداد النخبه كذلك في صفاقس. علاش الموضوع هذا؟ لانه مكتشفين وعلى قناعة أن العمل على مستوى مراكز هذه التكوين، العمل هذا يوصل أفضل من أنه الملاعبية، لأنه ثم لاعبين خارجين من نوادي ما عندهاش إمكانيات كبيرة وبالتالي ما نجموش يخلطوا المستوى بعيد. زيدي زيادة أنه إذا كان نجيبوا لاعبين من صفاقس ونجيبوا لاعبين من جرجيس ومن مدنين ومن جابس ولا من قفصة ولا من قبلي، اللاعبين هذوما اللي هما موجودين بكثرة مستويات نتاع لاعبين بهين برشا، كي نجيبوهم البورصه الصدريه يلزموا يرجع في اخر الاسبوع يلعب المباريات مع ناديه. اكتشفنا انه صرنا عباره نعاقبه في الوقت يخسر في ترونسبور ماشي مستحيل، وهذا سبب لنا حاجه، سبب لنا حاجه اللي نحن ما نحبوهاش، انه اللاعب يخسر قرايته، لانه وقت اللي يتنقل نهار السبت يطلع باش يلعب مثلا في جرجيس ولا من صفاقس باش يمشي يلعب ماتش في جرجيس ويعاود يرجع ليله الاحد ولا نهار الاثنين الصباح، اكيد باش يخلط في وضعيه وفي حاله باش يكون ماهوش مستعد انه يزاول دراسته. واحنا الهدف من الاستركتور داكوي انه نوفقوا بين الدراسه وما بين كره القدم. انا با بيزوان دو فورمي دي جوار كي سون با انستر، يعني نحبوا ملاعبين يرتقيوا حتى في المستوى التعليمي وفي مستوى لو سافوار فيفر وليجين دو في. دونك مهم جدا المستوى الثقافي والمستوى التعليمي، وذاك علاش حارسين انه الملاعبي يكون يتمرن مرتاح ويقرا مرتاح وميم طون، والدعوه والحرص ومواصلين ان شاء الله باذن الله باش نحدثوا الموضوع هذا نتاع مركز اعداد النخبه في الجنوب للمستوى نتاع الفرق اللي في الجنوب. كذلك ثم موضوع مهم جدا اللي حارسين عليه توا حرص كبير، وبقدره الله عنا موافقه مبدئيه من وزاره الشباب والرياضه، وزاره شؤون الشباب والرياضه، اللي هو المسالك الرياضيه بالجهات. ايش معناها المسالك الرياضيه؟ النوادي عندنا مشكله على مستوى الشبان، هي ما يسمى بالزمان المدرسي. احنا توا اون بو با فير انتريني لي جوور دو فوا بار جور dans les petits clubs surtout dans les clubs amateurs. ما تلاجمش تمرنهم مرتين في النهار، تلاجم تمرن كان مره واحده. وقتاش؟ وقت اللي يروح هو الستة تاع العشيه منهك القوى، ولا كيما نقولوا احنا جيعان مسكين تعبان نقص نوم ما نعرف شنو، تقول له يجا تمرن، يتمرنوا 5 كاتيجوري ولا 6 كاتيجوري في تيران، يقسموه كل واحد يا اخوه ويتيام وتمرن وروح. صارت لا اوكي، ما عملش سي با ان بروبليم، اوكي جاو مشاو اوكي تمرن. السيستم الجديد هذا نتاع المسلك الرياضي، كره القدم محرومه من المسلك الرياضي مقارنه بالرياضات الثانيه الفرديه، وبالتالي سيقع احداث اقسام رياضه خاصه بكره القدم في الجهات. الاقسام الرياضه هذه قدرة الله الاختيار نتاع اللاعبين يكون من طرف الاداره الفنيه، دونك لي ميور دون شاك زون لي ميور دون شاك كلوب، يقع الحاقهم بالمسلك الرياضي ويتمرنوا ويدرسوا، يكون عندهم برنامج مخفض بالتنسيق مع وزارة التعليم ولا وزارة التربية وكذلك وزارة الرياضة زوز. مستوى وزارة التربية هو الستركتور داكوي، هي وزارة التربية كونفيرمي وتم الاتفاق عليه. نسبة كبيرة، نسبة 80-90%. وقتاش تبدا ان شاء الله؟ تبدا في الموسم الدراسي الجديد، من لانه يلزم يقع احداث اقسام واحداث مجموعات، ممكن ينسر يقع تجميع، لانه احيانا يختلف المستوى، ممكن تعمل مجموعة نتاع مواليد انت 2006 ولا 2007، فيهم شكون يقرا ويتيام، فيهم شكون يقرا بريمير اني، وفيهم شكون يقرا ويتيام نوفيام اني، وبالتالي اتفقنا معاهم انه يقع على الاقل تجميع اللاعبين مع جماعه الرجبي مع جماعه الباسكيت مع جماعه الفوليبول،
من خلال هالبرنامج هذايا اكيد باش نحسنوا لو فوليوم دو ترافاي، لانه عندنا ان بروبليم ان غران بروبليم في تونس اللي هو لو فوليوم دو ترافاي. احنا نحبوا نكونوا ملاعب محترف على مستوى عالي يلزموا 10000 ساعه. ال 10000 ساعه هذه منين تجيبها انت وقت اللي تعمل لا موين احسن كلوب في تونس ما خلطش ال 5000 اللي عملنا الاستاتستيك نلقوا احسن كلوب في تونس بارمي لي ميور كلوب هما 4 أو 5 جمعيات كبار ما فاتوش ال 5000 ساعه في تكوين ملاعب يخلط سينيور. وتحب انت غدوه تكون على مستوى عالي تمشي الكوب دي موند وتكون اي قال هكا معاهم الناس هذوما الكل. دونك الاتجاه نتاع الاداره الفنيه انه يقع الترفيع في عدد الساعات هذه نتاع التكوين من خلال انطلاق العمل من 6 سنين. دونك ركزنا اكثر توا من خلال التعامل مع الجمعيات الرياضيه. عندنا فوتبول 9 توا ماشيين فوتبول 7 فوتبول 5. الفوليوم دو ترافاي دونك نرجع للموضوع نتاع المسلك الرياضي، اذا كان نزيدوا احنا في الفوليوم اكيد الفرويه باش يكون افضل، اكيد باش النوادي حتى الهاويه باش تعطي فرصه للنوادي المحترفه في لاعبين افضل في لاعبين مؤسس. لانه المشكله احيانا تجيب لاعب من الانديه الهاويه يكون عنده امور فنيه كويسه يكون عنده امكانيات فنيه طيبه، لكن على المستوى البناء التوسكي بسيكوموتور معناها دو باز ما وقعش التاسيس ليه صحيح. وقت اللي يولي يقرا تو في المسلك الرياضي يقع التاسيس صحيح يولي هك، لانه احنا في لي ديفيرونت كاليتي فيزيك ديفلوبمون دي ديفيرونت كاليتي فيزيك شي لي جون يلزم ثم مثلا اذا كان نتكلموا على المرونه ولا على التناسق الحركي اذا كان تجاوزنا 6 7 8 9 سنوات ما نجموش نطوروا فيهم الخصائص هذوما. كي يولي اللاعب يمر بالمدرسه ويقع التاكيد على البرامج هذه في المدرسه وفي النادي اكيد بقدره الله الفروي باش يكون افضل شويه. دونك هذا جديد معناتها الفنيه برمي الحاجات الجديده برمي الحاجات الجديدة. كذلك العمل كانت الإدارة الفنية تعتمد على الإعداد للمنتخبات حسب المراحل، كل ما يكون ثم إشيانس كل ما نلمو نعملو نويو نعملو كيب ناسيونال. أكتويلمون ولينا عندنا دي نويو يخدموا توتو لون دو لاني، عندنا عام كامل هناك عمل مستمر. وقت تقول بورصة درية 2003 ما عندناش إشيانس 2003، ما وليد 2003 حاليا اللي موجودين في بورصة درية ما عندناش فيهم إشيانس، مي عندنا عمل يسموه طويل المدى. دونك اون ان تران دو فورمي سي جوار لا على المستوى النخبه من خلال عمل قاعدي عمل متطور متابعه طبيه متابعه اجتماعيه. عملنا معاهم بريباراتور مونتال، عندنا تاطير فني نقريهم حتى على مستوى نجيبوا لهم دروس دعم. كذلك بالنسبه لسي سبورتيف، لسي سبورتيف كنا محرومين منه كذلك بالنسبه لنا ككره قدم ما كانش موجوده النويو دو فوتبول في لسي سبورتيف. اكتويلمون ولا عندنا نويو في لسي سبورتيف. تدخلت الجامعه في المعهد الرياضي كذلك من خلال انا هكا عملنا ميناجمون تاع بتي دورتوار دخلت الجامعه وحسنت في الدورتوار هذايا ولا عندنا دورتوار 3 نجوم خاص باللاعبين نتاعنا يدرسوا ويتمرنوا يوميا مرتين في النهار. هذا مهم جدا الفوليوم دو ترافاي اللي نحكي لك عليه. دونك هذوما حاجات اللي ما كانوش موجودين. يقال ان الحاجات هذو حبيت تطبقهم حتى منذ دخولك للجامعه، لكن لقيت صعوبات مع يوسف الزواوي؟ نو جامي سي يوسف حاجه فيها مصلحه، وكما قلت لك احنا ما كناش قاسمين كنا متواصلين. ثم بوتيتر بعض الافكار اخرى اللي ممكن ماناش فرد بوتيتر سي يوسف خبرته وتجربته تخليه ممكن يتريث اكثر، ممكن انا صغري يخليني اكثر نبادر، ممكن ناخذ الانيشيتيف اكثر. كانت فما خلافات بيناتكم؟ جامي خويا الكبير سي يوسف وتعلمت منه، وبالنسبه لي انا لتو نرجع له راه سي يوسف ونكلمه ونستشيره ويقعد ديما سي يوسف كبير. يعني انت شغلت قبل ما الخطه هذه نتاع ديتيان يعني. علاش وقتها تم التخلي عليك؟ وقت تعويضك كمان قلت والله هو مش تخلوا علي، ما شوف راهي هي كل مرحله عندها ناسها، كل مرحله تجي هي ما نختارش انا مش نكون في مرحله من المراحل. في وقت من الاوقات انا معناها كنت نستنى انه معناها نكون انا مدير فني في 2011 بلوس كو سا. كنت وقتها في غانا في سيسيون مع الكاف وقت نحضروا في ليسونس في الكاف. كنا في غانا وجاني تليفون قالوا لي راه ممكن يقع تعيين كامل قلسي خويا كامل قلسي كومبيتونس وسي واش نكره، لكن فك المرحله هذيك ما كانتش نتاعو. يعني ما تقلقت وقتها هجمت وقتها حتى في وسائل الاعلام انت وقتها؟ جامي لا من واسع انا من هجمت. شفت لك تصريح ظهر لي في الشروق الصباح حاجه هك ما عجبكش وقت انه كامل قلسي تولى المنصب هذاك؟ لا وقت مش ما عجبنيش كامل القلسي، ما عجبنيش القرار. مش كمان القلسي ما يعجبنيش، حبيت يمكن قلت حتى مراد محجوب ظهر لك كان وقتها هو الانسب يشد البلاصه هذيك. نو ما قلتش مراد محجوب، مراد محجوب خدمت معاه هنا كمساعد، خدمت معاه مساعد مدرب. سي مراد خذا فرصته وخذا مرحله كبيره. سي مراد اوسي سي اون كومبيتونس، سي مراد عنده تاريخ وعنده اسمه، لكن في المرحله هذيك انا جيتي با كونتر كمال راه
كمان خويا وصاحبي ونسكن مع بعضنا ونتشاور مع بعضنا ونتعامل مع بعضنا لكن في المرحله هذيك ما كانش تكمل مثلاش علاش ما نحبش نرجع للوراء مي كانت مرحلتي انا عامل 2 ans de formation وعامل 2 ans promotion وعامل لي باساج كله في ديريكسيون تكنيك والوقت هذاك انا ديجا كنت مع سي محمود باشا وبعدها هي مع سي محمود الورتاني ووقت اللي خرجوا زوج من الناس هذوما ما فماش علاش تجيب واحد من برا مي وقت اللي تعين بعد كمال انا جي جامي بالعكس عاونته وقفت معاه بعد اوكي لا ديسيزيون ما عجبتنيش مش ديسيزيون دو كمال كمال وقعدته علاش يقول له سي اون كومبيتونس كمال فشل كبير المنتخبات الشبان خلينا نقول في مده داخله الفشل خاصه في التاهل لكؤوس افريقيا حتى من قبلك انت متواصل علاش ديما نتعبوا في مع منتخبات الشبان والله شوف سؤالك انا ما نحبوش كلمه فشل انا ما نحبش كلمه فشل شنو نجم نقول كي منتخب ما يترشحش حتى لكاس افريقيا معناها نقول لم يوافق والحاج موسى موسى الحاج لا مش كيف كيف شفت احنا شنو احنا ما عندنا باهي وعندنا خايب ما عندناش مويان وبون ومون بون انا بالنسبه لي انا المنتخبات الشبان قاعده تخدم وقت نقول فشل ضريت برشا ناس وما عطيتش حق برشا ناس نحبوا ولا نكروا على مستوى الشبان هذه ثم اشكاليه كبيره وهذاك علاش حتى الجامعه التونسيه لكره القدم وسي وديع الجريح حرص باش يغير من لو سيستيم دو كاليفيكاسيون او نيفو دو لا كاف وفرض الموضوع هذا نقوله معناها براتيكمون حط معناها ثقله وغير السيستيم وطلب تغيير السيستيم لانه شنو السيستيم هذا يظالم نقولوا احنا بالدارجه من ناحيه ظالم وقت اللي انت عندك ان جوور كي تقول ناتيف 2004 سي 2004 كي تقول ناتيف 2002 سي 2002 مالوروزمون لي افريكان وقت اللي يتلم الجروب يلموا الملاعبيه وسا صارت لا تعرفوش ناتيف قداش فهمتي بوتيتري لازم يكون عنده وليدات هو على اليمين وعلى اليسار وبو عائله ويجي يلعب معك انت كادي سي بور سولا هذاك كان احنا يسبب لنا وقت اللي انت تعمل مجموعه ما تترشحش معناها اني با كاليفيي المجموعه هذيك تتاثر وتتمس تتمس على مستوى لانه قبل عمل النخبه علاش قلت لك احنا تبدلت المعطيات في الاداره الفنيه ما عادش نعملوا ونخدموا من خلال انو لي شيونس لانه قبل ما ثماش شيونس كملت لي شيونس يمشوا يروحوا انا نعطيك دليل السناب بار اكزامبل 2002 ما ترشحناش للبطوله الافريقيه لكن مالجري اللي ما ترشحناش في ديسمبر مشينا شاركنا بنفس النويو ما ترشحناش في اوت مشينا شاركنا في المغرب في تورنوا 2002 تاع لوناف هذا دليل على انه مالجري اوني با كاليفي لو جروب يبقى يخدم لانه احنا لوبجيكتيف نتاعنا هو فورمي ان نويو ديما بور ليليت سينيور على قد ما تعطيهم الامكانيات والمسابقات دونك اكطويلمون ما نحبش كلمه فشل نقول انا باسيد اخطاء بوتيتر قمنا بها الناس كل بوتيتر الملاعبيه ما وافقوش لانه مثلا شنو الاخطاء قمنا بها الاخطاء اللي قمنا بها انت خاطر قلت الخطا اللي عملناه انه المنتخبات تلعب بملاعبيه كبار هذا معناتها هو السبب معناها ولا لا احدى الاسباب احدى الاسباب انه المنتخبات اللي نلعبوا معها تلعب معنا مع بلاعبين اكبر احنا شنو فاش غلطنا احنا اخطائنا الاخطاء هذه مش اخطاء نتاع واحد راه باش تحطوا نحاسبوه احنا ما نخطئوا باش نحاسبوه احنا كي نتكلموا على كلمه خطا نحطوا واحد نخطئوا باش نصلحوا يعطيك الصحه احنا اخطائنا المهم انه نعرفوا اخطائنا برمي الاخطاء اللي عملناهم انه لو فوليوم دو ترافاي مازال صغير في تونس الحاجه الثانيه ليليت نتاعنا الا بيزوان بلوس دو كومب معناها ديكزيرسيس ا ليترانجي اش معناها يلزمنا نحتكوا بالافارقه مالغري سا اون ايساي بار اكزامبل تو اترافير لوناف اتحاد شمال افريقيا بما انه احنا اعضاء فيه والاجتماعات الفنيه تتم بحضورنا دعينا انه حتى المباريات اللي تم بين الفرق نتاع اتحاد شمال افريقيا يقع دعوه كل مره زوز فرق من الافارقه يشاركوا معنا في التورنوا هذايا كما صار ديرنييرمون في المغرب جابوا السنغال وموريتانيا مالغري كي فون با بارتي دو ليناف وكانت تجربه باهيه برشا ودونك باش تتواصل وهذايا سي اون استراتيجيه لون تيرم باش نحيوا هاك العقده والرهبه اللي جينا ممكن مع لاعبيتنا نحن وقت اللي نلعبوا مع الفارقه كذلك الاخطاء هذه قاعدين نداركوا فيها من خلال علاقتنا بالمديرين الفنيين نتواصلوا مع المديرين الفنيين للنوادي من خلال دعم العمل الفني نحكي لك كيما قلت لك قبيله كي نبداو نتفرجوا في ماتش دو فوتبول نشوفوا برشا حوايج اخرى اكطويلمون عندنا دي بروبليم دو بويسونس عندنا ملاعبيه كي اون دي بروبليم دو بويسونس فورس فور فيتيس مونك برشا المونك هذا ما يقاش العمل نتاعو على مستوى النخبه ما يخدموش ميسكولاسيون ملاعبيتنا يعطيك الصحه ما نخدموش ميسكولاسيون الميسكولاسيون انا كي علاش نحكي لك انا التيست دو دكتوراه نتاعي خدمت مع الكولابوراسيون افيك لونيفرسيتي دو رين 2 اللي هما بارمي لي ميور في الاوروب في السونتر دو فورماسيون في تونس مازلنا نقولوا راهو الميسكولاسيون ماشي باهي للصغار
يسمى بعد ال 15 سنه نعملوا مسكولاسيون صحيح. وقت اللي هو في الاوروب توا 11 12 ans يبداو يعملوا انيسياسيون على مسكولاسيون ويخدموا الجيناج ويخدموا ترافاي افيك بوا دو كور ويخدموا برشا 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 حاجات. هذوما بار اكزامبل من بين الحاجات اللي باش تخلينا بقدره الله نطوروا العمل على مستوى الشبان اللي وقت اللي هما يولوا عندنا وليدات قادرين، لانه في الاخر في الاخر احنا اوني بلو تكنيك بلو تكتيك، مي هكا الكومبيتيسيون اللي تجي مع الفرقه يغلبونا على مستوى البدني البدني. واضح برشا تفاعليات مع كلامك سي صغير على الفيسبوك، تحيه للصادق الهرقيم ايضا. سليم خليفه ياكد الكلام اللي قلته، وزاره التربيه لازمها تقرر انه اخر وقت الدراسه يكون هو الاربعه نتاع العشيه باش ولادنا يلقاو وقت للتدريب بصفه مستمره تقريبا. هذا الاستراتيجيه اللي كيف كنت تحكي ماشيه فيها. ان شاء الله ان شاء الله. باهي نحكيو شويه على المنتخب الاول، كيفاش علاقتك مع الناخب الوطني الان جيريس؟ بيه سؤال دائما ولا يتطرح هذا بكثافة. العلاقة ديما يتطرح مش حتى معك انت، حتى مديرين فنيين الكل. ايوه شوف هو راه يلزم فما برشا خلط في العلاقة، فما خلط في العلاقة. وانا ناكد لك الكلام اللي نقوله لك حاليا راهو كلامي انا، وانا ماخذه من الناس المشرفين علينا على مستوى الاتحاد الدولي. اوكي على مستوى الاتحاد الدولي النصيحة الاولى يقول لك عمرك ما تتدخل في عمل الناخب الوطني. ايش معناها عمرك ما تتدخل؟ احنا دورنا هو دور مساند، دور المدير الفني دور مساند. تقول له انت علاش كيفاش انا مدير فني وهو مدرب؟ ينجم يكون دور تقييمي. تقيم اي اكيد. اكيد تقيم. تقيم شنو المشكله؟ واضح التقييم عمره ما كان عيب، والتقييم هو دور الناس الكل. انت غدوه بصفتك مسؤول على المستوى الفني يقع دعوتك الى تقييم مرحله من المراحل، او تقييم مباراه، او تقييم تحضيرات، او تقييم بطوله ونهائيات او هكا ولا. انت دورك تقيم. قلت لي في تواصل مع الان جيريس، قلت لي حتى البارح كنتوا قاعدين تو تو شنو شنو تعملوا بالضبط مع بعضكم على تو؟ شوف هو حاليا جيريس اللي اون تران دو كيما نقول نحن يعمل ريكول دو دوني، هو قاعد يلم في المعطيات، قاعد يطلع على اللاعبين، يتابع في اللاعبين اللي لازم يكونوا ضمن القائمة. حاليا جيريس قاعد يتابع في يرجع للمسابقات اللي تعدوا، خاصة لكوب دي موند والمباريات اللي تعدت، قاعد يشوف المستوى اللاعبين، يشوف بعض الأخطاء ممكن اللي كانت أثرت على نتائج المنتخب. أنت مش بت على كوب دي موند، صار تقييم لكأس العالم. صار تقييم كأس العالم. علاش ما سمعناش به؟ علاش ما يخش الإعلام التقييم؟ فاش نجحنا فاش ما نجحناش؟ خلينا نكلمك حاجة، تو احنا ما شاء الله ليزيفينمون سبورتيف في تونس يوميه، ما شاء الله الماده الرياضيه كبيره. واللي تشوفوا انه الاعلام يكمل من مرحله يتعدى المرحله، يكمل من اشيونس يمشي لاشيونس، مشات لكوب دي موند اون سومين دو سومين بدات الشامبيونات ما عادش عنده وقت لكوب دي موند. مي احنا خدمتنا سو لو بلان تكنيك يصير التقييم ويقع رفع التقييم الى المكتب الجامعي. فاش نجحنا وفاش فشلنا في كاس العالم؟ فما حاجات نجحنا فيهم، فما حاجات ما نجحناش فيهم. ثم حاجات وفقنا فيهم وكانت ممتازه. مثلا اعطينا مثلا فيه. يكفي انك كنت في كوب دي موند. صحيح معك حاجه باهيه، رجعنا بعد قداش من عام. الحمد لله ان كنا في الكوب دي موند، سي با فاسيل داتر على كوب دي موند. اثنين عملنا اون بريباراسيون دو نيفو على مستوى عالي، زيرو فوت. تونس كانت اسمها مع الكبار الكل، تحب ولا تكره. بين لك كذلك نسبة كبيرة معناها احترافية كبيرة. فزتها شوية نتيجة مقابلة بلجيكا. شوف سيتا ماتش، سيتا ماتش انا جو لو كونسيدير كوم ان اكسيدون. اكيد فيه اخطاء، عملنا اخطاء، الاخطاء هذه نداركوها في المستقبل. وحتى الناخب الوطني اكيد راه واعي وراه يتبع، واكيد راه شاف اخطاء شاقة تداركها ان شاء الله باذن الله. كان عندك راي في تعيين الناخب الوطني جيريس؟ اكيد. على اي اساس تم اختياره الان جيريس؟ هو مختار، هو وقع الدعوة الى اختيار مدرب. المدرب شكون ضمن قائمة؟ القائمة هذه شكون فيها؟ فيها مدربين، شكون الأولوية فيها؟ الأولوية باش تكون للي قادر يتأقلم على المرحلة، يكون عنده علاقة بالكرة الأفريقية، يكون عنده تجربة أفريقية، تجربة أفريقية منتخبات، لأنه مش سهل تدرب منتخب، يفرق ما بين الدرب ما عندوش نجاحات كبيرة خصوصا مؤخرا في الفترة الأخيرة. في حاجة نسبة النجاح راهي تختلف، إيش معناها نجاح؟ نجاح نتيجة، نتيجة هي النجاح. خلينا نكلمك حاجة، أنت تجيب ناخب أحيانا تجيب ناخب وطني. انا نعطيك مثلا لابيريود اللي خدمت مع كاسبر جاك. انا كنت مواكب المرحله اللي خدم فيها كاسبر جاك، خدمت 3 سنوات مع كاسبر جاك او 4 سنوات خدمته مع الناخب الوطني كاسبر جاك. كاسبر جاك جاي لتونس هزنا من منطقه الى منطقه، بقطع النظر على كاس افريقيا اللي لعبنا فينال، كاسبر جاك هزنا في طريقه العمل وطريقه تطوير العمل ضمن النخبه بطريقه ممتازه جدا.
هنا كاسبر جاك نجح. بالنسبة لجيريس، جيريس البلدان اللي مشى لهم طورهم على مستويات أخرى. صحيح ممكن ما كانتش ما هزش كاس افريقيا ولا مش هذا اللي يمشي يقيمه هو كراجل ينجح ولا ما ينجحش. احنا حاليا نعتبروه هو رجل المرحله باش نوفروا له كل امكانيات، باش نعاونوه، باش نكونوا على ذمته في كل شيء، وبقدره الله ربي يوفقه ان شاء الله. سالتك عندك راي كان في تعيين جيريس، قلت لي ايه. كان عندك راي في اقاله فوزي البنزرتي؟ اقاله فوزي البنزرتي والله اقاله فوزي البنزرتي تمت في المكتب الجامعي. الاداره الفنيه ما كانش عندها كلام؟ كي نقول لك المكتب الجامعي احنا في بارتي، احنا موجودين. كنتم موافقين الإقالة هذه؟ شوف ملف قديم اول حاجه، وما نحبش نرجع فيه. انا واحد من الناس ما نحبش نرجع فيه، لانه صفحه وتطويت. لو تحكي لي على جيريس نحكي معك، تحكي لي على سي فوزي، فوزي خويا ونخدمت معه حتى مساعد في اهلي طرابلس، خدمنا مع بعضنا في اهلي طرابلس. اوكي مرحله وانتهت وصارت لها الى حد ايه ما حب حد يحكي فيه الموضوع هذا ما يصيرش. شنو هي حظوظ منتخبنا في الكان الجاي ان شاء الله؟ ان شاء الله حظوظ وافره ان شاء الله بقدره الله، باش نعملوا نتائج على مستوى عالي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الهدف كما نعرفوا الناس كل مربع ذهبي. شوف راهو ديتر بارمي لي جران في الافريك سي با فاسيل. تو برشا مازلنا ديما الفكره هذه المطروحه، افريقيا افريقيا افريقيا، كيفاش نصف نهائي كيفاش نصف نهائي. خير نصف النهائي ديجا مش سي با فاسيل في الافريك. انت حاليا حط لي بي افريكان اي سون تري فور. وقت تتكلم على مصر، تتكلم على نيجيريا، تتكلم على مالي، على السنغال. ديجا مالي والسنغال اللي هما ولو بارمي لي جران اكطويلمون. صحيح ولا؟ صحيح. نيجيريا، الكامرون، لافريك دو سود كيف كيف جايه. دونك سي با فاسيل داتر بارمي لي كاتر برومي. سي با فاسيل. واضح. باهي التحضيرات لبطولة افريقيا، تو عندنا مقابلة ودية مع كرواتيا، ويمكن ظهر لي مقابلة ودية مع العراق، ما نعرفش تأكدت ولا لا. مازالت مش مؤكدة. فما منتخبات أخرين باش يكونوا موجودين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. فما حاجة واحدة حطها في اعتبارك، اللي راهي تونس وصلت الآن بالي، معناها مش بتسهل تقبل تلعب معك مباراة. شكون نجم يكون منتخبات باش نواجهوه؟ اكيد عندكم مقترحات واكيد طلبتوا انتم منتخبات. والله ما عنديش حاجه واضحه، ما عنديش حاجه واضحه. سمينا اسامي حتى الموجودين. ما عنديش حاجه واضحه. واضح. مثلا منتخب كرواتيا باش نواجهوا منتخب اوروبي، منتخب كبير، واحنا باش نلعبوا منتخبات افريقيه، نجم يقلق هذا؟ انت باش تلعب مع منتخبات افريقيه اللي ملاعبيتهم يلعبوا في الاوروب. أو مش نفس الكاليتي ولا؟ لا سيلي اكثر مام. بالحق. شوف خويا وقت اللي انت تشوف لي بي افريكان عندهم لاعبين يلعبوا في البريمير ليج، ويلعبوا في الليغا، ويلعبوا في الشامبيونات دو فرانس، ويلعبوا في البطوله الالمانيه على مستوى عالي جدا 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 جدا. يعني كي تقول لي كروات ما همش اقوى من الافريكان. دونك صحيح هما اللي تي فيناليست، مي راهو لو شوا دو لا كرواسي سي با فاسيل ديجا باش تلعب انت مع الكرواسي. كمان سي صغير الوقت البرنامج، باش ما نسيش ناخذ الاولويه التفاعليه نتاع الساده المستمعين. سليم خليفه يسالك زاده، يقول لك الزوز منتخبات الشبان لعبوا في كاس العالم، منتخب 96 ومنتخب 90، تقريبا وصل منهم كان يوسف المساكن، يمكن توا شويه غاز العيادي حسب ما يقول هو. صحيح. علاش خسرنا بقيه الملاعبيه الاخرين الكل؟ نقول لك علاش. احنا مثلا هو سؤال مهم جدا، تمنيت لو خدينا فيه وقت باش نحكيو فيه. مثال شي خوذ مثال. سامحنا علي مساج، خدني شويه وقت عليك. لا مهم جدا سؤاله مهم جدا جدا جدا. برمي الحاجات اللي خلتنا في سياسه الاداره الفنيه هي نعملوا رجوع لليسي سبورتيف. شفتوا الرجوع لليسي سبورتيف؟ لانه الملاعب وقت اللي يدخل لسي سبورتيف ما عادش يخرج من لسي سبورتيف الا في السنه السابعه في البكالوريا. يعني يعطيك الفرصه باش تبقى تتابع فيه يوميا بحدك في التمارين. دونك ليليت نتاعنا نحبوها تبقى على طول قدامنا. مالوريزمون الاولاد اللي مروا اللي تحكي عليهم انت دوب ما روحوا من كؤوس العالم، حتى ولاد سي عبد الحي بن سلطان. اي هو احكي عزوز. بالضبط. الاولاد هذوما كي يروحوا. ولو ننسى في راس بالعربي هو قاعد يعطي اوروزمون في راس وصل. دونك الناس هذوما دوب ما يروحوا ثم برشا مشاكل تصير. انه شو يولي اوليائهم يرغبوا في انهم اولادهم يكونوا عندهم عقود احتراف. في بعض النوادي اللي تقول لك ما عنديش الامكانيات باش الملاعبي هذايا نعملوا عقد احتراف. الملاعبي هذايا كيف كيف يهبلوه ان بو بارتو. وقت اللي هو مازال في مرحله التكوين. دونك عندنا تو ان غران بروبليم اللي نخدموا عليه هو لا بوست فورماسيون. مهم جدا. المرحله هذه مازالت ماهيش قويه. ان شاء الله بقدره الله اونيسي باش نقصوا اكبر ما يمكن من الهفوات اللي تصير في البوست فورماسيون. يعطيك الصحه سي صغير، شرفت اليوم بحضورك. ان شاء الله لقاء اكيد. انا شخصيا معناتها مبهور بالمعلومات اللي عندك والثقافه ومعبي كرويه. معناها ان شاء الله نشوفوك، نعودوا نشوفوك ديما في وسائل الاعلام حتى باش تفيد الناس الكل. ان شاء الله احنا ما نبخلوش. ماذا بينا تعدل عليه الديسيزيون؟ لا ما عنديش سي با اون ديسيزيون، مي كل ما وقعت الدعوه انا نجي، ما عنديش مشكله. يعطيك الصحه. على ذمتكم، على ذمه اي
طلب اعلامي انا ما عنديش مشكله. يعطيك صحه، شكرا لعليا باشا في الاخراج. نحن نتقابلوا السبت الجاي في نفس التوقيت من زون ميكس، كل سبت من 4 حتى 5 متاع العشيه. اجمل تحيات اسلام المدب.